لم يكن له كفوا احد. وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملك الأمير المحبوب مولاي الحسن، وأنبته اللهم النبات الحسن، وشد أسره بشقيقه مولاي رشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة. اللهم ارحم الملكين جلالة الملك الحسن الثاني وجلالة الملك محمد الخامس. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجعلهما في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سيد عمي المحترم أيها الشرفاء، السلام عليكم وريدي هذه الزاوية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله. بأمس سيدي المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس يده الله ونصره، تتشرف هذه اللجنة الملكية بتسليمكم هبة ملكية خاصة بإحياء الذكرى 26 لوفاة جلالة المقبول له الحسن الثاني طيب الله تعالى، طالبين منكم إحياءها يوم 9 من ربيع الثاني إن شاء الله كعادتكم في جو رباني بقوه القرآن الكريم والصلاة على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الدعاء لصاحب الذكرى جلالة المقبول له الملك حسن الثاني طيب الله تراه بالمغفرة والرضوان وجنة النعيم، ولأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس سيده الله ونصره بالنصر والتمكين، وللأمة المغربية بالعيش في راحة وازدهار وتقدم في ظل العرش العلوي المجيد. السلام عليكم ورحمة الله. جميع ما يتمناه، اللهم اجمعنا على محبتك، اللهم اجمعنا على طاعتك وخدمتك، تحفظنا تطهير به لحضرتك، ونقينا بك عليه سلام، وجدنا فيك تحيرا وبك ابتثارا، وغيبنا فيك عن كل شيء سواك حتى لا اكون الا بك ولا، واحفظنا فيك سائر يومنا وبقيه عمرنا حتى تتوفانا وانت عنا راضي، واحفظك على المشهودين بحق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وعلى سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وأمثاله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.